ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا من بغداد الأستاذة سهاد الشمري الكاتبة والباحثة السياسية. أهلا بك معنا أستاذة سهاد. يعني بداية، كيف وجدت تصريحات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بشأن سعي الحكومة لترتيب العلاقات مع التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب؟ تحية طيبة لحضرتك ولكافة مشاهديكم الكرام. بما لا يقبل الشك، اليوم الحكومة العراقية وضعت برنامج حكومي، من ضمن هذا البرنامج أنه تكون هناك خطط لحماية الأمن العراقي، وأيضا خطط لدرء ما تبقى من الإرهاب، لأن هناك مجاميع لداعش كانت يعني موجودة، سلول داعش موجودة لحد الآن على الأراضي العراقية، لأن داعش تنظيم داعش هو فكر، بالتالي فكر لا يموت. يعني هناك دول مجاورة للعراق أيضا موجودة في هذا السلول. لدرء هذا كله يجب أن يكون هناك تعاون دولي للخلاص من هذه الآفة الخطيرة التي تضرب البلاد، فبالتالي العراق اليوم يسعى إلى مصلحة البلاد العليا والخلاص نهائيا من هذه التجمعات الإرهابية بالتعاون مع الدول الأكثر خبرة والأكثر تطورا في صناعة الأسلحة، لأجل أن يكون لدينا قوة عسكرية متأهبة لأي طارئ يكون. بالحديث عن فلول داعش، هل من شأن تكوين تلك العلاقات أن تؤدي إلى سرعة القضاء التام على ما بقى من فلول الإرهاب في مختلف المحافظات العراقية؟ بالتأكيد لو تم التعاون مع هذه الدول، يعني احنا نقصد ان هناك دول محارية للعراق لديها ايضا هذه الفلول، لو تمت هناك خطة داخلية محكمة بتعاون خارجي محكم، بتبادل خبرات عسكرية، بتبادل معلومات أمنية مهمة، سوف يكون هناك القضاء يعني التام على هذه الفكر الإرهابي، لأنه يعني هو فكر دخيل على المجتمع العراقي، بالتالي الشعب رافض وجود هؤلاء الأشخاص فيما بينهم، والحكومة تسعى جاهدة لتنظيف العراق من هذه الفلول، فأكيد سوف تكون هناك نجاحات واسعة على هذا المجال لو تم التعاون حرفيا بين العراق و الدول العظمى التي تعمل لمكافحة الإرهاب، ومع دول الجوار التي تعاني من نفس الموضوع، حتى يكون الملاحقة خارج الأراضي العراقية للخلاص من هذا التنظيم، لأنه يعني كما يعلم الجميع هذا التنظيم ليس يعني ولاة العراق، هو أتى من خلف الحدود العراقية ودمر ما دمر من المدن، ما حدث أمام تنظيم داعش هذا معروف للجميع، فبالتالي نحتاج للقضاء عليه حتى خارج الحدود الأراضي العراقية لتلافي ما حدث عام 2014. بجانب التعاون مع مختلف الدول اللي حضرتك أشرت إليه، هناك خطط من قبل الجيش والأمن العراقيين للقضاء على الإرهاب في العراق، ما الذي من الممكن أن تستفيد منه الجهات الأمنية إذا حدث تكاتف بين العراق والتحالف الدولي للإرهاب برأيك؟ تبادل الخبرات العسكرية هو أهم النقاط الموجودة في هذا التعاون، وايضا المشوره العسكريه والاستشاره العسكريه والاسلحه والاجهزه الحديثه التي من شانها ان تكون داعمه لقوات الجيش العراقي، ومن ثم هناك غطاء جوي، يحتاج العراق اليوم لغطاء جوي عسكري ايضا مكثف بخبرات وتطورات عاليه، هذا كله تعم بالفائده على الجيش العراقي بالاضافه الى اكتساب الخبرات من الدول التي تكون جيوشها قويه من ضمن تحت شعار الدول لمكافحه الارهاب. اذا ذهبنا الى موضوع اخر من ناحيه اخرى وحول الاستعداد لانتخابات المحافظات التي ربما تكون بدات بشكل مبكر، ما هي توقعاتك لتلك الانتخابات؟ اولا حسب المعطيات المطروحه اليوم وحسب ما يتم تداوله ونقاشه في المشهد السياسي العراقي، ان انتخابات مجالس المحافظات سوف تشهد مفاجات كثيره في حتى على صعيد المناطق المحرره، في تلك المناطق التي لطالما كانت هناك تشظى في القوائم واختلاف في الاراء يعني لاصحاب القرار، فبالتالي اليوم هناك مفاجات كثيره سوف تحصل في هذه الانتخابات، لكن السؤال يدور يعني اليوم في جميع اذهان المراقبين، ما هي نسبة المشاركة التي سوف تكون في هذه الانتخابات، وأن العراق المواطن العراقي لحد الآن لم يلمس أي تغيير في الواقع الخدمي، ولم يلمس تغيير في الواقع الاقتصادي بل بالعكس، ولم يلمس تغيير يعني في جوهرة القيادة السياسية الموجودة في الحالي، هذا ولا نغض النظر عن أن الحكومة اليوم الحالية تسعى جاهدة لانتشال الواقع الاقتصادي العراقي من ما يحدث فيه من اختلالات، بالتالي تسعى جاهدة أيضا لإعادة الثقة بين المواطن والقوى السياسية، لأن هذا الأمر يحتاج إلى وقت.
المواطن ذات التعاني يحتاج الى خدمات سريعه. نحن في صيف لا الكهرباء تكون شبه معدومه في العراق، هذه كلها دوافع تمنع المواطن العراقي من الذهاب للانتخابات. نحن اليوم نتحدث عن نسب المشاركه، يعني بالمعطيات ان المشهد اليوم يعيد نفسه، هناك سوف يكون عزوف من الفئتين التي كانت لطالما لا تشارك في الانتخابات اللي هي الفئه الصامته والفئه الرماديه. من يقود هذه الانتخابات ويحرك هذا المشهد السياسي هو جمهور الاحزاب المؤدبه، جمهور القوى السياسيه القادمه الجديده الحديثه التي حشدت وبدات التحشيد منذ وقت ليس ببعيد بهذه الانتخابات لجيل دخل المعترك السياسي. والسؤال الاهم ايضا، هذه القوى السياسيه الجديده هل هي واجهه لاحزاب غادرت المنصب السياسي ام هي واجهه لاحزاب الحركه الكلاسيكيه القديمه من شارع من تعب منها، ام هي واجهه لتصدر القوانين؟ من ثم هناك من يبحث عن مشهد سياسي جديد يفصل حسب مآلات ومقاسات من يدير العمليه السياسيه. الأستاذة سهاد الشمري الكاتبة والباحثة السياسية كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لحضرتك على كل هذه المعلومات.